نبينا عليه الصلاة والسلام حاسسك سيبا كم ذاها المرأة الصالحة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها أم المؤمنين والنبي عليه الصلاة والسلام أو يري وحائي من جبريل عليه السلام مركز وحو يري أقرأ كو سلام بيري خديجة سلام قرسي سلام تاسو إلهي سبحانه وتعالى وإيسو فري الله سبحانه وتعالى يا من فوق سبع سماوات ودى صالحة من الضعة أمد النبي محمد عليه الصلاة والسلام كم إذا حاس كسيئة أيو الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات مقع هذا إيلا سلام كسعته جبريل عليه السلام وقصه ديبي ويري إقاقارسي سلام خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها محيكم مطيستي عمل كذا صالحة عمل كذا صالحة يكون مطيستي تاسد قبرية هي صالحة قيمة كل هذا الدنيا آخرة بقى. مركز النبي عليه السلام ويري محيطها بشارة بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا تعب وحاذا قب بشارة يسابير قبله سوق ريها مجعل قروح ذا بضان ها درق دوت قرد مواجع ليها قبله نواسي جعلين قريو هذو إنه ناش ناشيهين دهية في عن ليهين قروح بنيهين محوها يفرسمي سيهين بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب قري لول كسميسن استقر دنبا لول كسميسن مركز الله حرضي أول قضي قري لول ساسا كل قسوة اللولة وقب الشاريبة ليري من قصب لا نصب فيه ولا لا صخب فيه ولا تعب قري قاسوا وحبوق وحقيلاء هي وحدبة هبيرات الله هاي سدا سوكال حاس بين نقطايو سدا نبي الله إبراهيم حاس كسي أوكال مركي ملائكة ويؤتمي نبي إبراهيم عليه السلام ويقول بشارين قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت ويقص شيء فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وحد مدعين إنه هدى قول النبي الله إبراهيم لحتاجنا أيه تينو آيات كأدن سورة هود أينو هل كان كأرك إنه النبي الله إبراهيم أقول سجوجة مرتدي ملائكة يتسود وي حاسكي سين حقا يتاقن تاي او اي مارك تقوص شي مركاسا ملائكة وحتري وحانو كوكو بشارين اينا حاسكي ابراهيمي يلو مركا قف وين ودعوين اسلام وين يعني فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب اسحاق كلي ما اسحاق بطل دونتا مركا بدشو بل هدنا ويل كودلو ارك دونتا لو بشارو بطلو اما صدح بشارة وانا رانو بشارة كواد ويل بلوغ بشاري انا دالا يصعيض يدو دقه مركز هادنا وحال لوغ بشاري ويل كالتو ويل كاسور للي دونو اسنا النبي لبن النبي مركز اي اساس لوغ بشاري ايا هادنا بشارة كلا كل رانتا اي وحاوي ويل كاقو ويل كيساد بارك دونتا اديقو دعلاس مركز سياس مركز سياب تيو مارك تي قالت يا ويلتا أأليدو وانا عجوز وهذا بعلي شيخه ورسن ورسو مرحي روايابه ما انا هدا دلم يعني انه دلمديس واسلام وين قف دا وين ميان دليا وهدا علم دليا عور قاضية او اوغيغينو ونكان عريستي او ما ركتي دعده نقدي اجلعي لفظي سجلعدي او ياي مركاس يرادن ملائكتي سيره ساددك صالحين تا ملائكتو او دانتاي قالوا اتعجبين من امر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه قريب مجيب رحمة الله وبركاته عليكم إنه حميد مجيد يعني الله سبحانه وتعالى أيان حريستيسا أي قرغان كد جيبت رحمة الله عليك رحمة الله وبركاته إيوه بركاتيسي وقري إلهي سبحانه وتعالى لقو عبده وقري إلهي أهو قانسن وقري أبا يهويض أيهين داد إلهي سبحانه وتعالى كعبده مركا ساسي ونغطا ورها وينه حاسه قري قيدا بركو إيه خير إيه برواقو إيه ملائك أسو جيدا قبر بين نغطا سيدة مريم بنت عبران أنكو أرقنا قبر دا صالحة دا ألنا سبحانه وتعالى قرآن كوي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
قالت إني أعوذ بالرحمن بالرحمن ما عدك لا تؤني مغنجليس إلهي ومغنجليس قبر مؤمنة دو وقبر إيمان لقصة تربي دعادي خوية ذا مركا الله سبحانه وتعالى دتكو أو سميهن أيها الأخوة والأخوات نصب لهم على لها رقي الدمر صلاحة صلاحة في قبر يهي صالح هذا هدي أن وحكت المانو هدي أن وحكت المانو يعني فرد صالح هذا معناه ذو حوية ترتنك كقدري رقان أرتا ذا فردية ترتنك وقدري نظر وقدري وقدري الله سبحانه وتعالى رالي قلنتيس محايا لي وترتن بالوجرة رقي الدمر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى وحلي إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى رجع هذا دمر هذا عملك إن صالحا إذا كما ضيع أيه مركا ترتن وين ولا شانو أيوه عن ما أنت قال إن شاء الله تعالى وحكت المامينا كبدا صالح هذا المرأة صالح هذا وسعادة الدنك وفيورها الدنك وقروح ذا الدنك ونعمة الدنك أرتنبا وحوية المرأة الصالحة مدة كلنا الدنك الشقي بكوتاي ابتلاء امتحان بكوتاي هذان صالح هذاين حلي النبي عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة أفر الرباط سعادة الدنك كم ديهم بي المرأة الصالحة وورد المرأة الصالح نرش وجوه ناكسنا الدنك الله هلا وحوي المرأة الصالح قرقي بكبر واقوب عرورتي بكبر واقوب نكي بكبر واقوب درسكي بكبر واقوب قراوضي بكبر واقوب عرورتي عرورتي ذا كبر واقوب المرأة الصالح عابدة ذاكرة إلهي سبحانه وتعالى حصتة صدقة له عملك صالح له دمرنت له نحريست له دبتير إلهي سبحانه وتعالى أكتي سوحي كجوكتا أجر أدو وناكسن فيركي يقرقون وكبر كوبا سعادة كم تايمرك المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني أفر تاسبوين وأفر تأقو ماركتين نرشا الدون كقفك هلا انت إيمان هدو اسكو هايستو هواني أكسن قري واسعة درس وانا أكسن إيوه قاديد في عن هدو مارك انت اسكو هايستو أفر تي نرشا الدون كيوه هايستا وأربع من الشقاء أفر كلا مقابل كذا أنا وشق النمو يدباتو هي الدون كالرفات كيس محاكوكا وحاكوكا المرأة السوء هواني دحون أما دبك بضان أما ورير كبضان أما نحو أي فاسق ده أما دي تلاهين صالح ده أنا هاي أي مشق مشق ده أدونك أقوين مشق ده أدونك أقوين أي وكتريي وحكم قرقة عريقة ضيقة درس كحن إياه نحو أي قاديت كاف يعنين يعني أحلي أي نصالح أنت كم ذا عبد الرحمن بن أبزة ليلها مثل المرأة الصالح هوين إذا صالح ده هاي عند الرجل كتبتي هرنا وكتالي باليري عند الرجل قفك وحي اوتها انك هوين ذا صالح حدا كمثل التاج المتخوص بالذهب وسيدي تاجك اما ماركتي كوفيدا ايق الشدان بقرد الذهب كأه اوكلاته مركا وسيدي بقر اوكلاته سيدي بقر اوكلاته عربتنا وحدة وراء كل عظيم امرأة نين هداد اركتو نين رقعة ورق دافي وحوي هواني وناكسن باكدن بيصه هذا عرفت إن نرجسك أساقس كهرين هويني بالله هرتيوي معناه معنا أساسا بيشكو كل عضن مركا المرأة الصالحة وحكنا سدعب كنكاس ستة أما المرأة السوء نوحي عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير أضيداء وعليس وين مضح على قصار ده كذا لقصار وكلت أيوي هوين تمركا مركا تهويني لبضن وعليس قف قصار عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ليس على المرأة بعد حق الله ورسوله واسده يكون نغنكرت قبر وقبر صالح هذا بعد الإيمان بالله إيمانك كسكو محوية واجب كيدو هذا حاس تاي حاس مركي تاي ونكسو قادم وعلي هاي شيخ الإسلام ابن تيمية حق إلهي سبحانه وتعالى كسكو قبر حق كلاو ننك إذا أنا هين أغهر ريا مبتشرو أوجب من حق الزوج ساس درتد بحكمة هرأي ورنشرين وحي ورنشرين ننك المرأة إذا طال لسانها قصرت أيامها في قلب الرجل وبيته سروي حكمة قبلها أبدا وعوي المرأة وحينا إذا طال لسانه عرب كذا هدور ديراضه عرب كذا هدور ديراضه وحق قابانيس أيامها قريقة إنك كذا إيه قلبي قيسة إيه كجرته أيها قابانيس مركا وعلبها هي قبضة مؤمنة ده هديها شو زوجا صالحا نين صالحة وقلقمة وقلمة إنه يكد ده شو رالي قلنتي سي ونقس استغنى واحد لقى رواه إنه مركز قبضة صالحة ده وحوق المنينك صالحة هي ونكسن
لكن يدو مروى البابا زوج كذا مركا هدو يعني مسلنا او الهي سبحانه وتعالى نصيب وقيبي حتى هدي وحكك لدميهن يضع يا الربا اني دميسترته او اي كسو صارته وحيالها كدما اما وحيالها محوها هاي ضعفك كوا باي النبي عليه الصلاة والسلام ونوصه وراء ارن كاسو سيدا قبردو مثلا اي نكاد وغدك كرته نصالحة سيدا محاكم ذا اوعي النبي عليه الصلاة والسلام يسقوا الرجل كصالحة يقبرد صالحة ذا لفضو به سيو حب الدلي كرانك الله يا رحم اللهم رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته فصلت الهي هون حريستبين اما الله وان حريستي نن habeenkii soo kacay markuu soo kacay sallaa uu tukaday habeenkii dadku hurdaan ayuu tukaday wa ay qada ahlahu kaligiis markay iska ma tukan xaaskiisa uu kiciyay fa sallat way tukatay fa in abat haday diido nadaha fi wajhiha alma biyu ku sayray wajigeeda wa rahim allahum ra'atan ilaahay ha u naxariisto gabar qaamat min alleyli habeenkii bay kacday fa sallat way tukatay buu yiri وأيقظت زوجها فصلى نكذب مركك عصي ككعبيتري صلادتك أما الله برهك عو إلهي سبحانه وتعالى أتكو إلهي نوبري أو إلهي بري فإن أبا هدو ديد نضحت في وجهه الماء وحيا لك يربا يا بعضاتك إن يقدران لكن سانو كلت عبادة يدينت إن يسقب الريان على يا بإنان بضنين يا الله دايما الله عن الرنكاس فإن أبا نضحت في وجهه الماء بي وجهي سكصيرت نندل يراه كشكينا يا وحو يري gabar saalixada ba ilaahay ugu soo beegay guursaday buu yiri waxana ahaa nin aad xoga salaada iyo waxyaalaha qaar kood iyo xoga daciif ku ah oo maaragtay wahsi badan habeenkii bay soo kici jirtay waan arki jiray iyadoo soo kacdo sariirta dhinaceeda ku tukanaysa ilaahay baryaysa ducadeeda badan baan mar walba markaan soo gadiyo ama mar aan soo kaco aan arki jiray waa asmacu ducadeedan maqli jiray macaankeeda habeen barkii kadibna muddo kadib siday arrinka igu waday amaan u arkayay salaadeeda ayaa arrinkaasi raad igu reebay oo waxay noqotay inaan aniguna marka aan soo kaco oo aan isku dayo inaan tukado haddana alxamdulilaahi noloshu noo toostay labadayaduba waa wada tukana habeenkiibu gabadhaasu ninkeedii waxay ka bedeshay daaciyad bay noqotay ajar bay qaadatay camalkeedii wanaagsana keliya ayaa ninkaas raad ku reebay ninkaas ducadeedii iyo alla barigeediiba raad ku reebay noloshu marka meelo badan aynu ka raadinayna maba jirtee alle subxaanahu watacaala daacadiisa jirtaa haddaa adigu alle subxaanahu watacaala adeecdo dadka isaga kuu addoominaya marka xoog waxaadan ku qaadan karin oo adigu awooddaada ku qaadan karin ayaa alle subxaanahu watacaala uu ku keenaya oo alle subxaanahu watacaala gacanta kuusoo gelinaya gabadha mu'minada saalixadaan ka hadlayna marka waa tuu ilaahay sheegay oo waa mid rabbiga taqaana subxaanahu watacaala faasaalixaatu qaanitaatun حافظات للغيب بما حفظ الله ويرى الله سبحانه وتعالى صالحات بكت المامي ومد أنك أداعي سواء طاعة زوجها ومد المه ذكر ربين إيسا تربية إسلامك الله سبحانه وتعالى هو يضع كدقي إسكولك كواد أو المه إيسو قلايان ومد درس كذا وناجنيسة لا تؤذي جيرانها نبي عليه السلام ويري هي من أهل الجنة هدي حتى عمل كذا ويريهاي درس كذي أنا أديدني إيه هجا جنيسو فهي من أهل الجنة ومدى قرابة يقيس كأورورين يساء برجع للقصة أورورية ومدى النفط هذا إلى علينا يساء صالح حدو حياءها أم حيشات كذا وحويه قروح ذا أقوين أي إلى شطاء المرأة الصالحة ومدى ودود كأه ولود كأهل نك هذا أوه نبي عليه الصلاة والسلام وحير النساءكم من أهل الجنة ما يدش أجاها وينكنا أهل الجنة قار قضاء مركز يلان ها مركز الولود الودود 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 الولود العود صدح رماد بقت المامي صدح الرماد أيو قت المامي الودود الولود العود معي كلا يهين الودود وامدك الجعل كنن كذا أوله نن كذا جعل هبت كوا الولود وامدك المضى بضن علمها مسلمين تبضن إيسه دلا إيسه وعود وامد ننك هذا أصلا نقانيس هذيك هذيك العرضان كصلا نقانيس نبي عليه السلام أيانا فسره وحيري العود على زوجها تنك هذا كصلا نقانيس التي إذا غضب هدو حناق جاءت ويمنيس حتى تضع يدها في يد زوجها قعنت هذا انت قعنت سارته تقول وحي ورنيس لا أذوق غمضا إل كينيه حتى ترضى إلى أدرى لنقطه مدور رنيسوي بمعنى
arrinkaas waxaa laga yaabaa marka hadda siraaca la sawirayo xagga galbeedka adduunka reer galbeedka waxaa loo sawiray dagaal ninka iyo xaaska iyo gabadha inuu ka dhexeeyo laba qof.